قد يكون ظهور ميتافيرس أثر بشكل مختلف على الإنتاج والصناعة، فاليوم تخطط شركة بوينغ طبعا عملاق الطيران في المستقبل لتوأمة التصميمات الهندسية الثلاثية الأبعاد لتناسب الواقع الذي نعيشه والعالم الافتراضي الذي سنعيشه في المستقبل القريب من خلال نظارات الميتافيرس. بتدخل شركة صناعة الطائرات برنامج طائرات مستقبلي على مدى العقد المقبل بقيمة 15 مليار دولار. لماذا تلجأ الشركة لهذا العالم؟ الإجابة في التقرير التالي. من مدينة بون الألمانية ينضم إلينا الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ياسر أبو معالق. أستاذ ياسر مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. يعني خلينا نبدأ أولا، ما معنى استثمار عملاق الطيران بوينغ في الميتافيرس؟ مساء النور لك ولجميع المشاهدين. بالطبع هذه الخطوة من بوينغ جاءت أولا لتتميز الشركة عن بقيتها من شركات صناعة الطائرات، وأيضا لأن بوينغ عانت في الفترة الماضية من يعني من مطبات كبيرة أهمها موديل 737 ماكس الذي عانى من مشاكل تقنية وأعطال كبيرة أدت إلى حوادث طيران كثيرة، وأدت إلى أيضا يعني إلى منع طيران هذا النوع من الطائرات عام كامل ما بين نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2020، إلى حين أن قامت الشركة ودفعت الشركة تعويضات هائلة يعني بمئات الملايين من الدولارات. لذلك فإن الشركة قررت بأن تصاميم الطائرات المستقبلية وأن تصاميم طائراتها سيتم عبر الميتافيرس أو في الواقع الافتراضي من أجل تقليل إلى أكبر حد ممكن الأعطال التقنية التي يمكن أن تنجم عندما يتم تصميم الطائرة بالطرق التقليدية. طبعا في الميتافيرس يمكن اختبار الطائرة، يمكن إجراء محاكاة رقمية دون تعريض حياة البشر إلى الخطر، وبالتالي التأكد من سلامة الطائرة من ناحية تقنية، من ناحية إيروديناميكية أيضا قبل أن يتم تصنيعها، ثم اكتشاف الخلل كما حصل في موديل الطائرة 737 ماكس. وطبعا إحدى أولى الموديلات لشركة بوينغ كانت 767، والتي يعني لاقت نجاحا هائلا لأن جزءا كبيرا من عملية تصميمها تم عبر الواقع الافتراضي وعبر وسائل رقمية بدل وسائل التقليدية المعهودة. جميل. يعني من هنا بنسأل إلى أي مدى هتستفيد بوينغ من هذه الخطوة، وما وجه الاستفادة تحديدا؟ يعني هل فقط هو يعني زي ما حضرتك ذكرت محاكاة، يعني هي قالت في التفاصيل بوينغ أنها ستبني طائرة ريبليكا أو يعني نسخة طبق الأصل من أجل محاكاة الواقع، هل فقط هي خطوة لمحاكاة تجربة الطيران قبل أن تنتقل إلى مرحلة الواقع أو قبل أن تنتقل الطائرة إلى الهواء، ولا في أسباب أخرى، أسباب مادية لها علاقة بالوجود على الميتافيرس اللي أصبح يعني واقع افتراضي بيجذب أغلب الشركات الكبرى الآن؟ طبعا من بعد ما أعلن مارك زكربيرغ تغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا وإطلاق ما يسمى بالميتافيرس، باتت هذه يعني هذا المصطلح بات علامة فارقة يعني، وهو سمة العصر والموضة التي تحاول كثير من الشركات أو يحاول الكثير من الشركات القفز عليها، ومن بينها بوينغ طبعا التي تحاول بناء سمعتها من بعد فضيحة 737 ماكس. وبالتالي أعتقد أن هناك الشق الأساسي من هذه الخطوة لهذه الشركة العملاقة، أولا تقليل كما ذكرت إلى أكبر حد ممكن من الأعطال التقنية التي ممكن أن تنجم من خلال تجربة النماذج الجديدة في واقع افتراضي آمن لا يخاطر بحياة البشر أو لا يعرض المؤسسة إلى الكثير
من التكاليف من صناعة موديل وتجريبه وإنفاق على الوقود وغير ذلك. وأيضا أعتقد أن هناك شقا يتعلق بدعاية للشركة وربما الانتقال بعملية الطيران بأكملها إلى الواقع الافتراضي، كما نشهد مؤخرا هناك كثير من الشركات التي بدأت تنقل خدماتها وبضائعها أيضا بشكل افتراضي إلى الميتافيرس. هو هذا بالضبط كان سؤالنا، يعني أنه الآن كيف تعزز هذه الخطوة من تجربة الميتافيرس مستقبليا؟ يعني حتى كما تابعنا في التقرير هناك كثير من الشركات والمؤسسات أقدمت على شراء عقارات أو أراضي على ميتافيرس، طبعا هي افتراضية تم شراءها الآن وتوسعت بشكل كبير جدا. الآن هل نحن أمام واقع أنه خلاص أصبح هناك عقارات وبالتالي تحتاج إلى وسائل تنقل وستساعد بوينغ ستحل في هذا المكان؟ نعم بالتأكيد، بوينغ تنظر بالطبع إلى تجربة اليخت، أول يخت افتراضي بيع داخل الميتافيرس بمبلغ يصل إلى 650 ألف دولار. هذا اليخت يحتوي على عدة طوابق ومهابط للطائرات العمودية، وبالتالي أعتقد أن وبما أن هناك يوجد هناك يخت في الميتافيرس يمكن أن تهبط عليه طائرات الهليكوبتر، بالتأكيد هناك ستكون حاجة إلى طائرات هليكوبتر، ومن سيصنع هذه الطائرات؟ أكيد بوينغ أو غيرها من الشركات التي تحاول أيضا دخول سوق الميتافيرس. طبعا الميتافيرس هو يعني انعكاس لعالمنا الحقيقي، يعني كما أن هناك عقارات وهناك سوق للفن، ففي الميتافيرس هناك عقارات افتراضية، هناك سوق للفن الافتراضي، العديد من الماركات الفخمة مثل لوي فيتون وغيرها تحاول أيضا دخول هذا السوق من خلال إنتاج بضائع رقمية يمكن شراؤها رقميا واستبدالها في العالم الحقيقي بنفس البضائع ولكن حقيقية. لذلك أرى أن شركة مثل بوينغ تحاول القفز على هذه الموجة مبكرا قبل أن تتحول إلى موضة وقبل أن يفوتها القطار حرفيا، فيتبادر الآن وأن وتحجز تحاول مكانها مبكرا. يعني بالضبط بالضبط، هذا هو، وخصوصا أن هناك طلبا من قبل الجماهير التي بدأت تدخل شيئا فشيئا، وبالنظر إلى الأسعار المهولة لبعض هذه المنتجات الافتراضية التي تم بيعها، وكما ذكرت فإن هناك يخت كامل بيع ب 650 ألف دولار، وهذا مبلغ ليس بالهين لقطعه من البرمجه. مش تخيلوا حتى، يعني لانه وصلنا الى مرحله الطائرات حتى قبل ان نبدا استخدامنا للميتافيرس نفسه. شكرا جزيلا لضيفنا الصحفي المتخصص في الاعلام الرقمي استاذ ياسر ابو معيلق، شكرا لوجودك معنا من بون الالمانيه.